السلام عليكم، صباح الخير عليكم جميعا. معاكم دكتور أحمد يوسف، استشاري علاج جذور الأسنان في عيادات النهدي كير في جدة في السعودية. بإذن الله المحاضرة بتاعة اليوم هتكون بنتكلم عن Compromised Cases in Endodontics. المحاضرة كلها هتكون عبارة عن كيسز فيها ديبيت كبير ما بين إن إحنا نعمل روت كانال تريتمنت ولا نعمل اكستراكشن ولا نعمل اندوسيرجري. فيا رب المحاضرة تنول إعجابكم إن شاء الله. إيه هي الأوتلاينز بتاعتنا اليوم؟ أول حاجة، إيه هو الـ aim of endodontics؟ إيه الهدف من الروت كانال أو علاج جذور؟ تاني حاجة هنتكلم عن الـ cases، compromised cases اللي فيها resorption، الـ compromised cases اللي فيها suspected vertical root fracture. الحاجة الرابعة الـ compromised cases اللي فيها crack. خامس حاجة الكيسز اللي فيها large retrocency، وآخر حاجة هنتكلم عن الكيسز اللي هي non restorable bursatically. طيب ايه هو ال aim او ال objective بتاع الاندو؟ في biological aim اللي هو prevent or heal apical bronchitis عن طريق ان احنا بنعمل full shaping and cleaning obturation و coronal seal للكيسز علشان ان احنا نمنع حدوث الابيكال برونتايتس في الحالات اللي فيها برايمري روت كانال تريتمنت، او هيلينج الابيكال برونتايتس في الحالات اللي فيها ابيكال ريديلوسنسي. ولكن في هدف تاني، ان هو ان احنا مينتين التوث ان فانكشن از لونج از بوسيبل، نحاول نحافظ على السنه دي في فانكشن از لونج از بوسيبل وذ نو ساينز اند سيمبتومز، بدون ما البيشنت يحس بالم او يكون في اي اعراض. هنتكلم عن اول موضوع عندنا اللي هو الكومبرومايزد كيسز اللي فيها روت ريزوربشن. هل الكيس دي هنعالجها او هنخلعها او هنعمل ايه؟ ده اللي هنتكلم عنه اليوم ان شاء الله. طيب نبدا بالكيس الاولى. البيشن دي راحت لاحد الاطباء، بتشتكي من الم جامد ناحيه اليمين تحت، اوكي، ما نامهاش بقالها يومين. فالطبيب طلب منها ان هو يعمل اكس راي، وعمل اكس راي قال لها ان سبب الالم ممكن يكون حاجه من اتنين، لا اما اللور سكس بسبب ان في كيرز تحت الريستوريشن ممكن يكون واصل للرب، او الامباكتد لور ايت. وفعليا شال لها الريستوريشن وشال الكيرز، ما وصلش البلب، حط ريستوريشن تانيه، بس البيشنت ستيل بتحس بالم. فجت العياده، بعد الكشف عليها انا استبعدت اللور ايت، لان اللور ايت يعني مفيش اي انفلاميشن حواليه تماما، مفيش اوفركولوم، مفيش بريكولونايتس، مفيش اي انفلاميشن موجود. بدات اشك في السكس، لان انا في البانوراما اللي هي جايباها في راديلوسنسي، او في باين كده ان في تاكل في الديستال سايد بتاع الروت، في حاجه غريبه في الضرس ده. فعملت برايبيكال، وفعليا لقيت ان في منظر غريب موجود في الحته دي، شكله ان في سيرفايكال ريزوربشن في الحته دي. فطلبت ان احنا نعمل 3 دي اكس راي علشان نتاكد نعرف ايه اللي موجود هنا بالظبط. في ال 3 دي واضح تماما ان في سيرفايكال ريزوربشن، ده كونفيرم الدياجنوزز بتاعنا. وفي الاكزيال سيكشن واضح تماما ان السيرفايكال ريزوربشن. تيجي للنقطه الصعبه هنا، ازاي هنعالج الكيس دي؟ ففي معظم حالات السيرفاك ريزوربشن بنعالجه ان احنا بنفتح فلاب، نعمل سيرجي، نفتح فلاب كلين اكسكافيت الريزوربتيف كافيتي، تمام، نحط جلاس ايونومر او كومبوزيت. طب هنا مش هنقدر نعمل كده، هي اصلا بروكسيمال، علشان نفتح سيرجري هنشيل بون كتير، فبالتالي هنكمبرومايز الضرس اللي بعده وهيحصل فيه سنسيتيفيتي. طيب وطبعا البيشنت مش عايزه تخسر الضرس بتاعها، فكان ايه الحل؟ ان احنا نحاول ان احنا نعمل نون سيرجيكال تريتمنت وننظف الريزربتيف كافيتي ده نون سيرجيكالي. ازاي؟ هوريكم دلوقتي. وده شكل الريزربشن اندر مايكروسكوب بعد ما عملت كينج وشيبنج للكنالز، في تو ديسال كنالز بس هما كون فولونت في الاخر. وده شكل الريزربشن الموجود. طيب انا مانجد الكيس ان انا عملت روت كانال تريتمنت نون سيرجيكال روت كانال تريتمنت، عملت كلينج وشيبنج واوبتوريشن في التو روتس، في الديستال روت اللي فيه ريزوربشن عملت اوبتوريشن لغايه ليفل اقل من الليفل بتاع الريزوربشن. وبعد كده بدات ان انا اعمل اكسكافيشن للريزوربتيف كافيتي واعمل كليننج في المنطقه دي، عن طريق ان انا استعملت
الالتراسونيك، وده فيديو هيورينا ازاي انا قدرت ان انا مانج الجزء ده. هنا انا بستعمل الالتراسونيك اللي هي فيها المنتهيه بول اندد التراسونيك، اوكي، دايموند كوتد عشان يزود الكاتنج افشنسي بتاعتها. بحركها ناحيه الريزوربشن وناحيه الديستال سايد، اوكي، بحيث ان احنا ننظف المنطقه دي كويس. هنا البليدنج ده جاي من الريزوربتيف كافيتي، اوكي، من السيلز الموجوده في الريزوربتيف كافيتي، بدا في سيلز تطلع على الالتراسونيك. تمام، بعد لما نظفت الجزء ده كويس، عملت بعد كده حطيت ترايكلوراسيتيك اسيد علشان تو كيل الريزوربتيف سيلز الموجوده في المنطقه دي. وبعد كده عملت هنا الجزء ده حطيت فيه ام تي اي، هو تحت البون فانا حطيت فيه ام تي اي. ده بعد ما عملنا الكليننج ونظفنا المنطقه. هنا بعد ما حطيت الام تي اي، الام تي اي مال الريزوربتيف كافيتي كامل لغايه الاورفيس. وهنا ده بعد ما انا خلصت، هنا ده دي جتابركه في الميزيا روت، الديسر روت جتابركه لغايه الجزء ده، وده كله كده ام تي اي لغايه هنا كده ام تي اي، ضفت ام تي اي هنا. في نفس الزياره قفلت على طول بعدها، حطيت جلاس ايمر الاول وبعد كده حطيت كومبوزيت. ما ينفعش تحط كومبوزيت على الام تي اي في نفس الزياره، لان البوندنج الاتشنج والبوندنج بينترفير مع سيتنج رياكشن بتاع الام تي اي. فلما تحط الام تي اي وتحط تي اف وبعد كده ترجع تحط الكومبوزيت على طول، او ممكن في نفس الزياره تحط جلاس اينومر وبعد كده تحط الكومبوزيت فيه. وده فولو اب بعد سنه، فالدنيا الحمد لله ماشيه تمام كويس، الام تي اي في مكانه، الدنيا ماشيه كويس. هنا ده ال 3 دي بعد سنه، الفولو اب برده تمام. ده هنا كله ده الام تي اي، برونت الليجمنت سبيس كويس، اللامنا ديورا تمام، وده السكشن الثاني في ال 3 دي. نيجي للكيس التانية. البيشن دي جات لي بالاساس علشان تعالج الابر 5. الهيستوري بتاعها ان هي بدات روت كانال تريتمنت في الفايف عند احد الاطباء، اوكي، وحصل لها صوديوم هايبوكلورايت اكسيدنت فما رجعتش تكمل عنه. كان تريتمنت بلان بتاعه الدكتور اللي بدا لها الفايف ان هو هيعمل روت كانال في ده ويعمل لها عليه كراون ويعمل لها اكستراكشن للابر 6، لان قال لها ان هو نون ريستورابل. فراحت عياده تانية بعد ما حصل لها صوديوم هايبوكلورايت اكسيدنت، فالطبيب قال لها ان هو الاثنين هيدخلوا. فالمهم جت عندنا العياده، فبدات ليها علاج الابر 5 وخلص. جينا لل 6، انا قلت لها بالنسبه لل 6 يعني انا شايف ان هو نون ريسربل، البالتال روت في ريزوربشن عنيف موجود واضح تماما في البريبيكال، واضح ان هو بدا من هنا سيرفايك ريزوربشن وممتد للباتا روت، ده كلاس 4 سيرفايكال ريزوربشن. بس كانت البيشنت مصره ان هي تعالج، وانا الحالات دي من الحاجات اللي انا بحبها، ان البيشنت يكون مصر يعالج الضرس، متمسك بالضرس، رغم ان هو عارف ان نسبه نجاحه مش عاليه بس هو متمسك بالضرس، فبالتالي ببدا اخد معاه الريسك. اما لو هنا البيشنت مش متمسكه بالضرس بتاعها هقول لها ريفير فور اكستراكشن، اما من هي متمسكه تماما وعارفه البروجنوز بتاعه فبالتالي ببدا علاج الحاله دي. بس قبل ما ابدا علاج طلبت ان احنا نعمل 3 دي عشان نشوف يعني تفاصيل الكيس بالظبط ونشوف الريزوربشن في البلاتا روت عامل ايه. عملنا 3 دي، واضح تماما في 3 دي ان في سيرفايك ريزوربشن كلاس 4 واضح تماما، تاكل تام في الروت هنا، ده من فوق في الكراون نفسه، ده شكل ريزوربشن لسه احنا في الكراون، اوكي، نزلنا في الروت ده ريزوربشن عنيف جدا. سكشن تاني ده شكل ريزوربشن، بس زي ما قلنا ان هي عاوزه تحافظ على الضرس. فكان ايه التريتمنت بلان بتاعنا هنا؟ هو ده لو ميزيو بكر او ديسو بكر روت ممكن نعمل روت امبيوتيشن والكيس هتكون كويسه، بس للاسف ده جه في البالتال روت، فما ينفعش نعمل امبيوتيشن في البالتال روت، الضرس مش هيعيش، اوكي. فكان التريتمنت بلان بتاعنا ان احنا هنعمل مانجمنت ليها
نون سيرجيكال، اوكي، هنملى الكنال كلها، الباتل رود ده كله هنملاه بام تي اي. ومن ضمن الصعوبات اللي قابلتنا في الكيس دي ان كان هنا في ام بي 2 كالسيفايد وما قدرتش اجيبها، ما قدرتش ان انا اوصل للام بي 2 دي نهائيا. فبدانا بعلاج الكيس، فبدات بعلاج الكيس ان انا عملت كلينج وشيبنج وحطيت كالسيوم هيدروكسيد انتركانال ميديكيشن علشان توكل ريزيرفتيف سيلز، حطيته 3 مرات، الفرق ما بين كل مره والتانيه اسبوعيا علشان اطمن بس ان هو الريزيرفتيف سيلز دي يعني خلاص ان احنا قدرنا نقضي على الريزيرفتيف سيلز الموجوده. بعد كده بدانا في مرحله الاوبيوريشن اللي هو اخر مرحله. هنا ده الصورة دي في مرحلة الأوبيوريشن، عندك هنا واضح تماما شكل الريزوربشن موجود في البلاتر روت. أنا الجزء الإيبيكال في البلاتر روت عملت له أوبيوريشن بجاتا بيركا، أوكي، الجزء الإيبيكال بس، أما كل الروت عملت له أوبيوريشن بإم تي إي، كله بإم تي إي، تمام؟ والميزيو بكل جاتا بيركا والديسو بكل جاتا بيركا. قلت للبيشنت هتجيلي كل 6 شهور نعمل اكس راي فولو اب نشوف هل الكيس هتعيش ولا مش هتعيش، تمام؟ راحت البيشنت واختفت لمده 2.5 سنين، جات لي بعد 2.5 سنين علشان عندها جزء من الريستوريشن اللي هنا مكسوره في الابر 5. فعملت بريبيكال، ففي البريبيكال الحمد لله 6 كل حاجه فيه تمام. هنا المزد ام بي 2 بس مفيش اي مشكله خالص لان هي كانت كالسيفايد ما عرفتش اوصلها تماما. ده الام تي اي بتاعنا، السكس كويس، وضعه كويس الحمد لله. عملنا 3 دي فولو اب، هنا ده الام تي اي الوضع كويس في السكشنز الثانيه، ده في الاكزيال سكشن واضح تماما، ده الام تي اي. البرونتال ليجمنت سبيس كويس، هنا السكشن الثالث الوضع كله تمام الحمد لله، والكيس مستقره وبفضل الله قدرنا نحافظ على الضرس الى الان 2.5 سنين، وربنا ييسر ويكون يعيش فترة أطول بإذن الله. نيجي بعد كده للسكشن الثاني وهو الكيسز المس دايجنوزد از فيرتيكال روت فراكشر. نبدأ بالكيس الأولى. البيشنت ده جه عند العيادة بيشتكي من السويلنج، السويلنج ظاهر تماما ريليتد لللور رايت سكس ده. البيشنت ده راح 3 عيادات، اوكي، لثلاث اطباء مختلفين وكلهم اجمعوا ان الضرس ده لازم اكستراكشن وامبلانت. قالوا له انت عندك في فيرتيكال روت فراكشر هنا، اوكي، قالوا ده الجتابركة ماشية هنا والحتة دي واضح فيها ان في فيرتيكال روت فراكشر والروت اصبح سبليتد فلازم اكستراكشن. والبيشنت مش عايز يخلع الضرس النهائي. فالبيشنت جه ليا فقلت له انا ما اقدرش من البريبيكال دي اقول لك ان ده فيرتيكال روت فراكشن، ما ده ممكن يكون ريزوربشن من الابيكال ليجن اللي موجود بقاله فتره فعمل ريزوربشن هنا في الروت. اوكي، فطلبت ان احنا نعمل 3 دي. عملنا 3 دي، واضح في ال 3 دي ان في ريدوسنس كبيره بيرفوريتنج البكال بليت اوف بون ريليتد للميزيال روت. اوكي، في ريدوسنس عند الديستال روت، عند الميزيال روت في اوبن ايبكس وممكن يكون في الحته دي كراك، يعني ما اقدرش اقول من الصوره دي ان ده كراك او لا، او ده فيرتيكال روت فراكشر او لا، بس حاجه تتحط في الحسبان. في السكشن ده واضح ان مفيش بكال بون تماما عند الميزيال روت، اوكي، وهنا واضح الريديوسنسي. البيشنت نفس البيشنت بتاع الكيس اللي فاتت مش عاوز يخلع نهائيا، وانا زي ما تقول الكيس دي انا بحبها، مش عايز تخلع انا هحاول معاك بس اعرف ان البروجنوز مش احسن حاجه واحنا هنتابع مع بعض نشوف الوضع يكون ايه. فعليا بدات له العلاج. كان التريتمنت بلان بتاعي ان انا الروت ده الكنال اللي هي الميزيو باكل دي هعمل لها اوبريشن كلها بام تي اي عشان حتى لو في كراك او حاجه الام تي اي السيلنج بتاعه بيكون افضل من الجاتا باك. ففعليا بدانا العلاج، بدات اعمل كليننج وشيبنج وحطيت له كالسيوم هيدروكسيد وراح رجع لي بعد اسبوعين حصل السوينج اللي كانت موجوده راحت تمام. في نفس الزياره الثانيه دي عملت له اوبتوريشن، عملت اوبتوريشن للميزيال روت ميزيو باكل كانال كامله بام تي اي تمام، علشان ان هي اوبن ايبكس وفي شك ان في هنا كراك فالامن ان احنا نعمل بام تي اي. الميزيولينجوال عملتها بجتابرك عادي.
الديستال بقى هو اللي كان غريب شويه. يعني في التريتمنت اللي فات كان الديستال روت تقريبا حاصل فيه هنا يعني اوفر ريدكشن جامد جدا وكان فيه ليدج، فعملت الجزء الابيكال عملت له اوبتريشن بجاتا بيركا اوكي، والجزء اللي فوق ده كله عملت له بام تي اي عشان استرنسنج الروت شويه. وده صوره تانية او فيو تاني للاوبتريشن دي تقريبا بعد 6 شهور الاكس راي دي، ودي بعد سنه وثلاث شهور بعد 15 شهر بالظبط. عملت 3 دي فولو اب عشان يوضح الشكل بتاعنا، ففي ال 3 دي وضح تماما الهيلينج. لو فاكرين الفرق ما بين الصوره اللي هناك ان كان في ريديوسنس كبيره جدا عند الميزيا روت بيرفوريتنج الباكر بيت اوف بون، لا هنا الحمد لله حصل بدا يحصل بون ريجنريشن تاني اتكون البون. البكال بريت اوف بون عند الميزيو بكر روت عند الميزيا روت خلاص اوريدي بدا يتكون بون، هناك ما كانش فيه بون نهائيا، هنا بدا يتكون البون. قلت الريدوليسنسي تماما، قلت الريدوليسنسي هنا مقارنه قبل العلاج، فده معناه ان هيلينج ان بروجريس والدنيا ماشيه تمام وربنا ييسر وتكمل الكيس على كده ان شاء الله. نيجي بعد كده للكيس اللي بعدها، نفس الوضع، البيشنت ده جايب سولينج عند لور ليفت 6 اوكي، سويلنج ده اتكرر اكتر من مره وبيقعد معاه لفتره طويله. راح احد العيادات فالدكتور قال له ان هو لازم يكون اكستراكشن، قال له ان هو شاك ان في فيرتيكال روت فراكشر من البوست الموجود ده اوكي. فلما جه البيشنت عملت له بروبنج لقيت ان في ايزوليتد بوكيت في البكال سايد، ديب ايزوليتد بوكيت في البكال سايد مع الريدوليسنس الكبيره دي. فقلت له هو في شك ان ممكن يكون في فيرتيكال روت فراكشر بس مش اكيد، يعني هو حاجه سسبكتد بس مش اكيد. نفس الوضع البيشنت مش عاوز يخلع الضرس اوكي، واحنا مش كونفيرم الدايجنوزس بتاع الفيرتيكال روت فراكشر، فبالتالي هنحاول في الكيس. اوريدي قلت له ان هي محاوله وهنشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. بدات في العلاج معاه، قبل ما ابدا في العلاج عملنا 3 دي وضح تماما الريدوليسنس الكبيره جدا هنا في الفوركيشن هنا وتحت ايبيكالي، وده ريدوليسنسي في الاكزيال سكشن. فبدانا في العلاج معاه ان انا عملت كليننج وشلت البوست وشلت كل شلت الكتابيركا وعملت كلين وشيبنج وحطيت كالسيوم هيدروكسيد وسبت اسبوعين، رجع بعد اسبوعين السولينج راح تماما وكل حاجه بولي، بدات احس براحه. انا قبل كده كنت ما بعرفش اكل هنا والدنيا كانت مضايقاني، بدات احس براحه. ده هنا الماستر كون اكس راي، انا ما عملتش اوبتريشن هنا بجاتابيركا، عملتها بام تي اي بس ده عشان يبين الوركنج لينس اوكي. هنا عملت الاوبتريشن بالام تي اي في الفور كانالز اوكي. الاكس راي دي بعد 7 شهور بدا يحصل هيلينج، هنا بعد سنه ونص حصل هيلينج بنسبه كبيره، لسه في ريدلس شويه عند الميزيا روت بس حصل هيلينج بنسبه كبيره جدا. فعملنا 3 دي عشان نتاكد نشوف وضع الهيلينج. ففي 3 دي ده بري اوبرتيف، هنا ده بعد سنه ونص حصل هيلينج بنسبه كبيره جدا، لسه في ريدوسنس شويه بس هي هيلينج ان بروجريس فبتاخد وقت شويه. واي هوب ان الكيس برضو تكمل ان شاء الله على خير وما يحصلش فيها مشاكل بعد كده. ندخل بعد كده لسكشن تاني وهو الكومبرومايزد كيسز اللي فيها كراك. نيجي للكيس الاولى، البيشنت ده جه بيشتكي من سيفير بين ريليتد للور ليفت 6. البيشنت ما كانش قادر يستحمل يقعد في الويتنج اريا بره اوكي. ففي الاكس راي واضح تماما ان الريزولوشن كبيره جدا هنا والريزولوشن كبيره جدا هنا. بالكشف عليه واضح ان في كراك موجود واخد السنه ميزيو ديستالي تمام. فانا قلت له ان في كراك وطبعا عامل كراك وصل للبلب، عمل انفلاميشن ثم بلب نكروزز ثم الايبيكال ابسس الموجود. فقلت له انت عندك يعني ممكن الضرس يحتاج اكستراكشن، احنا ما نعرفش امتداد الكراك واصل لغايه فين. فهو كان رافض فكره الاكستراكشن تماما، قال لي نعالج الضرس ويعيش قد ما يعيش. فبالتالي انا بدات بالعلاج. اول حاجه عملت له اكسس وبلب اكستربيشن سريع. اول ما عملت اكسس ستريم اوف بص، كميه بص رهيبه طلعت من الديستال كانال. فاستنيت لغايه ما البص بدا يقف،
كميه السترينج وشيبنج بتاعي في الديستال كانال بس. وبعد كده طلبت منه، حطيت كالسيوم هيدروكسيد، طلبت منه هيروح للدكتور بتاع الأورف عندنا عشان يحط له اورثودونتيك باند عشان الضرس ما يتكسرش بتوين الفيزيتس. هوريك ده شكل الضرس في تاني زياره، ده الاورثودونتيك باند زي ما قلنا علشان الضرس ما يتكسرش بتوين الفيزيتس، لان انا كنت شايف الكراك كان كبير جدا واصل للديستال، ده ميزيالي واصل للميزيولينج والكنال، وديستالي واصل للديستولينج والكنال. فهنا عملنا بقى كلينج وشيبن كويس اوكي، وحطيت ميتابكس في التو كانالز اللي هو كالسيوم هيدروكسيد والايودوفورم، وبعد كده البيشنت راح اختفى وقفلت تمبري، كان حطيت تمبري بتاعي كان كومبوست فلوبل كومبوست اوكي، عشان خايف ان الضرس يتكسر رغم ان سونت باند موجوده. بعد كده ما رجعش الا بعد 6 شهور، ارتاح من الالم الدنيا كلها تمام، رجع لي بعد 6 شهور. عملت اوبتوريشن لكل الكنالز ب ام تي اي تمام، وهنا فتحنا كراك ميزيالي وديستالي، وغطيت بعد كده الام تي اي ده بجلاس اينومر، ثم حطيت كومبوزيت، عملت الفيلم بتاعي بكومبوزيت، وده شكل الاوبتوريشن ده كله ام تي اي. جه البيشنت بعد سنه، عملنا فولو اب بعد سنه، ده البري اوبرتيف سي بي سي تي، لو نبص في ريدوس كبيره تحت الديستال روت دي بعد سنه بدا يحصل هيلينج، واضح تمام البون تريبكوليشن اللي بدا يتكون هنا بدا يحصل هيلينج. السكشن الثاني ده ريدوليتنسي الموجوده تحت الديستال روت، هنا بدا يحصل هيلينج. السكشن الاخير ده ريدوليتنسي كبيره جدا هنا، هنا بدا يحصل الهيلينج ده بعد سنه، فمعناها ان الكيس ماشيه في طريق الهيلينج. والبيشنت الى الان ما عملش الكراون، ساب الاورثودونتيك باند الى الان بقى له سنه وثلاث شهور تقريبا ما عملش الكراون لسه اوكي، والحمد لله الكيس الهيلينج ان بروجرس. ندخل بعد كده للكيس الثانيه، كيس فيها كراك برضو اوكي. البيشنت ده جه بيشتكي من سويلنج ريتد لللور ليفت 6، بيشنت عنده في حدود 68 سنه او 70 سنه تقريبا اوكي، وجاي عنده سويلنج جريت اللور ليفت 6 وعامل امالجام ريستوريشن. انا ما كنتش عارف ايه سبب السويلنج، بصيت ميزيو ديستالي وطبعا حاطط امالجام مش باين ان في اي كراك موجود، فبدانا في العلاج. اول ما شلت الامالجام بدا شكل الكراك يوضح تماما، كراك واضح تحت الامالجام، الكراك هنا واضح تماما. فانا قلت للبيشنت ان انت عندك في كراك تمام، ما نعرفش الاكستنشن بتاع الكراك واصل لغايه فين، هل عايز تعالجه ولا عايز تخلعه؟ فقال لي ان انا عايز اعالج الضرس وعايز احافظ عليه، فقلت له اوكي نبدا بالعلاج. شلنا كراك، كراك واصل هنا للديستال كانال اوكي، يا دوب لغايه بدايه الاورفيس بس مش نازل زي الكيس الثانيه جوه الاورفيس. فهنا انا عملت له، عملت اول حاجه عملت كلين وشيبنج، حطيت كالسيوم هيدروكسيد، سبته اسبوعين، جه ليا بعد اسبوعين عملت اوبتوريشن، بس انا عملت اوبتوريشن بجاتا بركا لان انا شفت الكراك مش واصل لغايه الروت تحت، فعملته بجاتا بركا عادي اوكي. والبيشنت جه بعد سنتين عملت البانوراما، حصل هيلينج تماما. نبص هنا للبري اوبرتيف، هنا في ريزولوشنز كبيره موجوده، ده بعد سنتين حصل هيلينج تماما هنا، بس هنا البيشنت عمل الكراون اوريدي بعد ما انا خلصت العلاج مباشره، انا خلصته بعدها بشهر تقريبا عمل الكراون اوكي. حاليا هنا في هيلينج تماما في السنه دي. فدايما انا بقول ما نستعجلش بخلع الاسنان، لو البيشنت عايز يحافظ على الضرس نحاول نعالجه، بس البيشنت يكون في الصوره ان هو ممكن يحصل فيلير. ندخل على السكشن اللي بعد كده اللي هو الكيسز اللي فيها لارج ريديلوسنسي وديفيكلت اناتومي. نبدا بالكيس الاولى، عندنا الكيس دي جايه بتشتكي من سويلنج ريليتد لللور ليفت لور رايت فور اوكي. راحت احدى العيادات قالوا لها ان انت لازم تعملي ابيكال سيرجري، ده موجود سيست موجود هنا ولازم يتشال ولازم تعملي سيرجري، وهي مش عايزه تعمل الجراحه. ده البري اوبرتيف واضح تماما الريسنسي الموجوده. فانا اما جت قلت لها انا دايما مش من انصار ان احنا نبدا بجراحه على طول، ان احنا نعمل نون سيرجيكال ري تريتمنت ونعمل فولو اب للكيس.
ما حصلش هيلينج وحصل فيلير، وقتها بندخل في السيرجري، لان دايما سبب الريدولوسنس الموجوده بري ابيكال بيكون البكتيريا الموجوده انسايد الروت كانال، فاحنا دورنا كله ان احنا نشتغل جوه انسايد الروت كانال. وعدد الحالات اللي بيكون فيها ترو سيست عدد حالات قليل جدا، معظم الكيسز بيكون فيها سودو سيست، يعني ان انت تعمل روت كانال كويس وتقضي على البكتيريا الموجوده جوه او تقللها الى ليميت ذات كان نوت سستين الديسيز الموجود، بالتالي هيبدا يحصل الهيلينج. وده فعليا اللي بدا يحصل في الكيس ده. بدانا في علاج الكيس، اول حاجه شلت الجتابركة الموجوده، حاولت اوصل للفول ووركنج لينس في اول زياره ما قدرتش اوصل، حاسس ان انا بخبط في حيطه ما وصلتش للفول ووركنج لينس، فقلت احط كالسيوم هيدروكسيد ويز فورس عشان اشوف هل الكنال بيتنت ولا لا. ففعليا حطيت كالسيوم هيدروكسيد، ضغطت جامد، كالسيوم هيدروكسيد دخل جوه الكنال وطلع، فانا عرفت ان الكنال هنا. الزياره الثانيه تحت الميكروسكوب شفت فين بالظبط الكنال وبدات ان انا اشتغل عليها و نظفتها، وكان في كمان كنال تانية كان فيها ديب سبلت، يعني بدأ بوان كنال وانقسمت هنا الى تو كنالز. اوكي، ده بعد ما نظفت تو كنالز وعملت اوبتوريشن للتو كنالز، هنا ده الاوبتوريشن بتاعنا. وده بعد كده فولو اب بعد سنتين بدأ يحصل هيلين، مش واضح في البريبك القوي بس في ال 3 دي، عملت 3 دي هيكون واضح فيها جدا. نجيب ال 3 دي والبانوراما، ده البري اوبرتيف اكس راي، ده بعد سنتين البانوراما هنا بدا يحصل هيلينج، البون تربوليشن واضحه تماما هنا، لسه في شويه ريدلوسنسي هنا بس ده هيلينج ان بروجريس، دايما الليجن الكبيره بتاخد وقت شويه في الهيلينج بس واضح تماما ان البون اتكون هنا. في ال 3 دي واضح ان في بدا يحصل بون اتكون في المنطقه دي. نيجي للسكشن تاني في ال 3 دي، هنا ده البون، هنا اتكون بون تحت الروت. فكده الكيس الحمد لله اتعالجت بدون الحاجه الى جراحه، فما نستعجلش بالجراحه على طول، لان قلنا الانمي بتاعنا او العدو بتاعنا هو البكتيريا الموجوده جوه الروت كانال، نشتغل عليها الاول وبعد كده لو حصل فيلير ندخل في الجراحه، ستيل اوبشن موجود معانا. نيجي للكيس الثانيه، الكيس دي جات ليا بتشتكي من سويلنج ريليتد لللور ليفت بريمولر، اوكي مركبه بريدج، فانا طلبت منها ان احنا نشيل البريدج عشان اعرف اشتغل على السنه دي، لان يعني فيها مشاكل كتير. اول حاجه في بروكن فايل هنا، في ديب سبلت، فعلشان نسهل على نفسنا نشيل البريدج عشان نعرف نشوف. فالبيشن ما كانش عايزه تشيل البريدج، فقلت لو ينفع نشتغل ثرو ذا بريدج، خصوصا ان هي لسه عاملاه من سنه تقريبا فمش عايزه تخسر الفلوس. فقلت لها اتس اوكي هنبدا، يعني نبدا نشتغل كده رغم ان ده بيقلل الفيزيبيليتي والاكسبيليتي بتاعتنا، بس اوريدي بدانا نشتغل عليها. نبص الاول للكيس، هنا في ريدوليسنسي في الديستال سايد، ريدوليسنسي هنا بري ابيكال، ريدوليسنسي كبيره جدا. فقبل ما ابدا طلبت منها ان احنا نعمل 3 دي اكس راي، عملنا ال 3 دي، واضح في ال 3 دي نبص في الاكسل سيكشن هنا في ريدوليسنسي كبيره جدا. اوكي، السكشن الثاني واضح ان في هو از سي شيبد كانال بريمولر، اوكي في اكتر من كانال، ده واحده الثانيه الثالثه، بس اثناء العلاج اكتشفت ان هم الرابعه، في واحده رابعه سبليتد من دي كمان. اوكي، هنا الريدوليسنسي واضحه. فالمانجمنت بتاع الكيس دي، الكيس اللي فيها ديب سبليت بالذات، ال 3 دي هو يعتبر ده الجي بي اس بتاعنا اللي بيعرفنا فين الكانال، وعلى اساسها انا بعمل بريكافنج للهاند فايل واوصل للكنال. فبالفعل بناء على 3 دي بدات اعالج الكيس، عملت اكسس ثرو ذا كراون، شلت الجتابركه الموجوده، حاولت ان انا اوصل لل بناء على 3 دي بدات اعالج الكيس. تمام، زي ما شفنا في الاكسل سيكشن انا عرفت فين اماكن الكنالز، فبدات اعمل بريكافنج للهاند فايل 10 هاند فايل وبدات ادخل في الكنالز. فدي الكنال لينجوال دخلت فيها، اوكي زي ما قلنا بناء على 3 دي عرفت مكانها، بري كيرف وجهته دخلنا جوه الكنال. بعد كده الكنال الثانيه اللي هي كانت ميزيالي دخلت فيها هي كمان، اوكي عن طريق بري كيرفنج للهاند فايل. بعد كده اتجهت للكنال اللي فيها بروكن فايل، حاولت اعمل باي باس وفعليا قدرت اعمل باي باس،
والحمد لله من حظي ان انا بعد كده وانا بعمل اريجيشن طلع البروكن فايل الصغير مع الاريجيشن، طلع معايا لقيته طلع لفوق. اوكي، فبدات اعمل بعد كده كليننج وشيبنج الكنالز عن طريق استعمال كنترولد ميموري فايلز، اللي هي الفايلز اللي تقدر تعمل لها بريكيرفنج. ازاي؟ ان انا بدخل الفايل، بجيب الفايل الروتري فايل بمسكه في ايدي بدخله جوه الكنال الاولى، تمام، اول ما بيدخل بعد كده باتاتش الهاند بيس عليه واكتيفيت واعمل كلين وشيبنج الكنال دي. انا بدات 15 3% 20 4% 25 4%. الكنال الثانيه نفس الوضع، الكنال الثالثه نفس الوضع. وانا في الكنال الثالثه فبدخل الهاند فايل في الاخر، فحسيت بكاتش موجود هنا، الفايل دخل في دايركشن تاني، مشيت وراه جبت الابكس لوكيتور، ده برفوريشن ولا ايه؟ لا مفيش برفوريشن. فلقيت ان دي كنال رابعه سبليتد من الكنال الثالثه دي. اوكي، بس انا ما قدرتش اعمل لها نهائيا شيبنج بروتري فايلز، حاولت اكتر مره ما عرفتش، اخري وصلت هاند فايل 15. فقلت خلاص هعتمد على الاكتيفيشن بتاع الاريجيشن والاوبتوريشن بتاعي. فعليا عملت اوبتوريشن، ده الكنال الاولى، الثانيه، الثالثه، هنا دي الرابعه دخل فيها بايو سيراميك سيلر، انا عملت اوبتريشن بايو سيراميك سيلر وجتابركا، انا عملت اكتيفيشن كتير وبعد كده الاوبتريشن، ده دخل هنا السيلر جوه الكنال وصل لغايه الاخر. هنا ده شكل الاوبتريشن كامل، ودي الفولو اب هنحطها في الصوره الثانيه. هنا الفولو اب دي بعد سنتين حصل هيلينج، لسه في ريدسنسي شويه هنا بس هيلينج ان بروجريس، الدنيا ماشيه تمام. ده ال 3 دي، ده البري اوبرتيف السكشن الاولاني، هنا في ريدوسنسي، هنا حصل هيلينج ريدوسنسي. السكشن الثاني ريدوسنسي باين ان هي كبيره، هنا بدا، هنا واضح تماما الهيلينج الموجود. فبالتالي في الحالات دي، انا الحاله دي كنت حطيتها على الفيسبوك، واول ما حطيتها ناس كتير هاجمتني قالت لي ان الكيس دي كومبرومايز، ده في ريدوسنسي كبيره عن ديستال سايد، الكيس دي مش هتعيش 6 شهور وهتتخلع. بس بفضل الله ان احنا قلنا دايما العدو بتاعك هو البكتيريا اللي جوه، فلما تقضي عليها بيبدا يحصل الهيلينج، والحمد لله بدا يحصل الهيلينج وماشي الكيس حاليا دلوقتي مر عليها تقريبا 3 سنين ونص. ده سكشن تاني من ال 3 دي، واضح تماما الهيلينج، ده الريدريسنسي الموجوده ديستالي، واضح تماما الهيلينج الموجوده. ندخل على كيس بعدها، برضو الكيس دي بيشنت جاي لي بيشتكي من سويلنج عند اللور رايت 7، ريدريسنسي كبيره جدا. اوكي، فقلت ان هو محتاج ريتريتمنت، بدانا فعليا الريتريتمنت، شلت الجتابركا، شلت البوست وشلت الجتابركا، حطيت كالسيوم هيدروكسيد، سبته اسبوعين. بعد اسبوعين جه البيشنت، عملت اوبتوريشن، هنا ده شكل الاوبتوريشن. الديستال كانال انا ما قدرتش اجيب بيتنسي فيها، وكان في ليدج هنا او في بلوكج ما قدرتش اوصل للاخر نهائيا، بس كان معظم الريسنسي اصلا ريليتد للميزير روت مش للديستال روت. اوكي، فده الاوبتوريشن بتاعي، هنا انا وصلت لغايه الفول لينس في الميزير روت، بس الديستال روت لا، هنا واضح تماما ان انا ما وصلتش للفول لينس. جه بعدها بشهرين البيشنت بيشتكي من بين للور 8، راح للاورال سيرجن، والاورال سيرجن قال له لا انا مش هقدر اخلعه لان هو قريب جدا من النيرف، فحاول تروح للاندونتست تشوف هل ينفع يعالجه ولا لا. طبعا زي ما احنا شايفين هنا ان في سيفير شارب كيرف في الميزيا روت بتاع اللور اند، في جي شيب كيرف موجود. اوكي، بدات، اوكي، قلت للبيشنتس اوكي نبدا في علاج الكيس، من ان هو الاورسن مش عايز يخلعه، وفعليا بدات في علاجه. ده شكل الاوبتريشن في الاخر، ده هنا كده، ده جي شيب كيرف. اوكي، عالجته عن طريق ان انا استعملت هاند فايلز، تمام، الهاند فايل 6 8 10، بعد كده استعملت كنترول ميموري فايلز اللي هي تي فليكس فايلز، استعملتها بس اندر ريسبروكيشن، استعملتها اندر ريسبروكيشن عشان اقلل الريسك اوف فايل سيبريشن، يعني في الحالات دي ان في ريسك عالي جدا ان الفايل يتكسر مننا عند الكيرف، فانا استعملتها بريسبروكيشن موشن علشان اقلل الريسك بتاع الفايل سيبريشن، والحمد لله الكيس مانجد وعملنا الاوبتوريشن. بعد كده البيشنت جه ليا بعدها ب4 سنين، تمام،
عملت البانوراما، ده شكل البانوراما بعد 4 سنين، حصل هيلينج تماما الليجن اللي عند اللور 7، اوكي زي ما هنا كان ليجن كبير، هنا حصل هيلينج تماما، وده اللور 8 اللي فيه الكيرف. في البري ابيكال واضح تماما الهيلينج الموجود هنا، وده الاكس راي بتاعت اللور 8. نيجي للسكشن الاخير في المحاضره بتاعتنا النهارده، هو الكيسز اللي هي نون ريستورابل بروستيكالي، يعني كيس هتلاقيها متدمره من فوق والبيشنت مش عايز يخلعها، او في اسباب تمنع خلع الضرس، هل دي نعالجها ولا لا؟ زي الكيس اللي هنشوفها دلوقت. الكيس دي بنت عندها 14 سنة، عندها السنة من فوق متدمرة تماما، في بيرفوريشن في الميزيولينجوال كانال، في ريدلوسنسي ابيكالي. طب البيشن دي عندها كونجنتالي ميزد 5، خلعت الاي من سنتين والفايف ما طلعش، فالدكتور اللي خلع لها الاي ما كانش عمل اكس راي، تمام مفيش 5، فخلع الاي ومفيش 5. طيب اما نخلع ده هو كمان هيكون مفيش عندها ولا 5 ولا 6، ومش هتقدر تعمل امبلانت بعد كده، ان هيحصل بون ريزوربشن في الريدج في المنطقه دي. فكان الحل بتاعنا ان انا فهمت والدها ان احنا هنعمل حل وسط، اوكي، ان احنا هنعيد علاج الضرس ده وهنحط بوست وكور، مش هنحط كراونز، هنحط بوستات بس، اوكي، ونبنيها بكومبوزيت كور، ونسيب الضرس ده يعيش لغايه ما توصل سن مثلا 18 19 20، وقتها الضرس لو اتكسر بتخلعه وتعمل امبلانت، تمام. فاوريدي البيرنتس ابروفد على الاوبشن ده، وبدانا نعالج الضرس فعليا. فبدانا نعالج الضرس، اوكي، عملت اوبتريشن في الديسو باكال ديسو لينجوال بجتابركا، ميزيو باكال بجتابركا، ميزيو لينجوال لغايه قبل الليفل بتاع البرفوريشن ب 2 مللي بجتابركا، بعد كده الجزء اللي فوق كله بدايه من الجتابركا لغايه فوق ب ام تي اي، قفلتها كلها ب ام تي اي الجزء ده، تمام. وحطيت بعد كده الستيشن بتاعي، حطيت 3 بوستات في الكيس دي، بوست في الديستو باكل، ديستو لينجوال، ميزيو باكل، حطيت 3 بوست وعملت كومبوزيت كور، وراحت البيشنت جات لي بعد 6 سنين، السنه لسه موجوده، في هيلينج تحت، مفيش اي مشكله. البيشنت والدها كان جاي يسال هل نخلعه ونعمل زراعه بقى ولا نسيبه زي ما هو، فقلت له بما ان هو موجود وكويس خلاص يبقى يتساب زي ما هو، محتاج بس تظبيط للديستال سايد هنا، في جاب شويه محتاج يتظبط الكومبوزيت هنا، تمام. وبس الضرس يعيش معاها على قد ما يعيش. بعد كده حصل فيه مشاكل، ممكن اكستراكشن ابلت ستيل اوبشن موجود معانا، ودي انجل ثانيه للاكس راي، فالكومبوزيت محتاج يتظبط هنا ويتظبط هنا، وفعليا ظبطنا الكومبوزيت ليها وراحت البيشنت. وبس، وربنا يستر نشوف هيعيش قد ايه. كده نيجي لاخر حاجه، هي تيك هوم مسج. ايه المسج من المحاضره دي كلها؟ الرساله بتاعتي ان دايما جيف ذا توث سكند تشانس، دايما ما تستعجلش بالخلع، ان تحول البيشنت لخلع. البيشنت لو هو عايز يحافظ على الضرس بتاعه، حاول معاه ان انت تحافظ على الضرس، بما ان الموضوع ده مش غلط يعني، او العلاج ده مش غلط عليه، اوكي، بس فتحاول تحافظ وتفولو معاه الكيس، بس اهم حاجه يكون عارف ان هو البروجنوز بتاعها مش احسن حاجه، ان الكيس ممكن تتخلع بعد كده، ممكن يحصل فيها مشاكل بعد كده. هو خلاص موافق على الحاجات دي وعايز يعالج الضرس بتاعه، خلاص اوكي بروسيد وعالج الضرس، تمام. بس كده وشكرا ليكم، واتمنى تكون المحاضره مفيده ليكم، ومع السلامه.